انا شايف ان الاهلي اتعامل بشكل جيد جدا, الاثنين الادارتين اتعاملوا بشكل جيد جدا مع ازمه رحيل مدربينهم. الزمالك اتعامل بشكل كويس, جاب مدرب طريقه لعبه قريبه جدا لكارتيرون, مدرب درب الفريق قبل كده, عنده خبرات مع الدوري المصري وخبرات مع اللعيب العربي, كان مدرب الشباب السعودي قبل كده. البرتغاليين زي ما انت عارف عقليتهم بيعرفوا يتعاملوا مع اللعيبه المصريين, عندهم ذكاء كبير جدا في التعامل معاهم حتى بره الملعب. فهنا اتعامل بشكل كويس, والاهلي راح جاب مدرب كبير, مدرب عنده خبرات كبيره جدا في بطوله افريقيا ابطال الدوري. لكن الفرق الوحيد ان كاسلوب كوره بقى موسيماني محتاج وقت اطول علشان يقدر يطبق اسلوبه, مش عشان هو مدرب اوحش, لا عشان اسلوبه اكثر تعقيدا. يعني باتشيكو مدرب دفاعي, مدرب برتغالي, مدرب عامل زي مورينيو شويه, اللي هو الشيب, الوقفه الدفاعيه, الترحيل, الشيفتنج, التعامل في الكرات الثابته. دي الحاجات دي يا سيف اللعيب المصري اوريدي متعود عليها كويس, يعني فيريرا حافظها. يعني فيريرا لما جه اشتغل ما خدش وقت كتير, ليه؟ لان هو ده اصلا اسلوب المدربين المصريين بشكل ما. يعني موسيماني شويه زي ايهاب جلال, موسيماني مدرب عايز يبتدي من تحت, غير ان هو يبتدي من تحت عايز الاستحواذ دايما يبقى معاه, وعايز يعمل الضغط المرتد, ان هو كل ما الكره تتقطع منه يحاول يجيبها في اسرع وقت ممكن. اللعيب المصري بقى في الحته دي بياخد وقت, لانه بدنيا ما عندوش, مش متربي على الانتنسيتي بتاعت ان انت خلي بالك يا سيف, يعني عارف لما الكره تخسرها عشان تجيبها بسرعه محتاج ان انت تبقى فت, محتاج ان انت تبقى متعود تعمل سبرنتات قصيره كتير, ودي مشكله كبيره جدا لما بتيجي اي مدرب عايز يشتغل عليها بياخد وقت معاه, خاصه مع معدل الاعمار, خاصه مع لعيبه مش متاسسه بالشكل ده. عارف يا سيف زي ايه؟ انت ممكن تبقى اكتر لعيب كره فت في العالم, تمام, انت واخدك في ملعب سكواش ما تعرفش تجري مني, ليه؟ لان ديفرنت انتنسيتي, ديفرنت انتنسيتي. سكواش محتاج سبرنتات كتير ومحتاج شورت سبرنتس وبتاع, لعيب الكوره فوت ورك مختلف, فوت ورك مختلف. نفس الكلام في طريقه اللعبه يا سيف. موسيماني دلوقتي عايز اسلوب تدريبه ان هو عايز اول ما يخسر الكوره ان هو يقطع الكوره بسرعه من فوق, ده محتاج ان اللعيبه هتعمل شورت سبرنتس كتيره, محتاجه وقت ومحتاجه تجهيز بدني مختلف. هي دي الفرق, دي ودي. النهارده هل مجلس اداره الاهلي عنده قناعه ان الراجل ده حتى لو فشل في افريقيا وخرج هأبقي عليه؟ مليون في المية.